يا يسوع بلشت خطة الخلاص اللي رسمها الله لفداء البشر، فكان التجسد الإلهي أمر حتمي وضروري لخلاص الإنسان. يا رب، وطننا موجوع وشعبك متألم عم يصرخ صرخة وجع، بس أنت رمز القوة، أنت اللي حولت الانكسار لنصر، الفقر لغنى، حولت الموت لحياة والكره لمحبة. ما تتخلى عنا يا رب، خلي عينك علينا بهالأيام الصعبة، واعطينا بولادتك وطن نستاهل إنه نعيش فيه. Thank you.
فوق